يعني خلال تردد صدام حسين على مزرعتكم أو مزارعكم، يعني ما صار موقف أن يكون قريب منك أو أنت قريب منه يصير حديث فيما بينكم؟ هل كان يعرف أنك أنت مفصول من الحزب؟ كان يعرف، يعرف ويعرف بالاسم، يعرف بالاسم، ويعرف شريكي كان معارض كبير إليه. ها؟ منو كان؟ ما بدون أسماء، بس طيب. كان معارض كبير إليه، وبس ما كان صريح، ما كان عنده تحفظ على هذا الموضوع، باعتبار بيشتغل قطاع خاص بعيدين عن الدولة، وأما يريد هو اللي يشتغلون بالعمل السياسي ضده يكونوا متواجدين بالوسط السياسي، يروحون يشتغلون بالقطاع الخاص بالكذا، يخلص منهم، يخلص منهم، خلصان، ما يعني. بس أنا أشوف أي أنا من فصلت الحزب بعد فترة اضطريت أكتب له رسالة، كتبت له رسالة، لا والله خابرته تليفونيا، كان يجاوب على التليفون، قلت له أنا صار وياي هذا الحال، أنا حشيت منطق، حشيت في داخل الاجتماع مو خارج الاجتماع، وهذا النظام الداخلي يعطيك الحق، يعطيني الحق، فحدد لي موعد وراح زرت. من زرته شفته متشنج، يعني مو مرتاح من عندي. أنا أيضا ما ارتحت من اللقاء، لكن بالنتيجة كتب هامش يأمر بإعادة الحزب، لأنه كلام كان بمنطق ما قدر يوقف ضده. رحت حتى أعود للحزب، الإخوان قالوا لي أنه لازم، صحيح أمر النائب يقول هيش، بس أنت لازم تعتذر من الحزب. قلت له مش أعتذر شو أقول؟ قال قول إحنا أنا غلطان. قلت له حتى إذا أنا مو غلطان قالوا حتى يعني، يا والله قال لي بكتها عضو القيادة، قال لا تركب راسك، قول أنا غلطان إذا تهيت ترجع. قلت له خلص ما أقول أنا غلطان، لو أرجع صالح المطلق الأولي، ها بناء على التحليل السيكولوجي للشخصية، لا ما أرجع. قال براحتك، طلعنا من يمه، ما رجعت بعد الحزب، حاول ورا 3 أشهر قررت بعد خلص